بالنسبه للزواج شحال هادي ولا ديال دابا، كل واحد وبحلاوته كيف ما تنقولوا. اي مرحله تيكونوا فيها ايجابيه وكيكونوا فيها سلبيه، كتبقى غير في النهار الاول النيه ديال دوك زوج الناس بهم كيفاش دايره يعني، والنيه عاوتاني ديال العائلات بجوج بهم كيفاش دايره. ديال شحال هادي كان حسن ديال دابا؟ علاش؟ كانت الحشمه، وكان الا قال الراجل شي حاجه، يعني المراه كتبقى في الراي ديال الراجل، ماشي بحال دابا. دابا لا، انا ما نخليش الوالده ديالي هي تختار ليا، نختار واحد البنت اللي نقدر نعيش انا وياها، ونقدروا نديروا واحد الغولاسيون افون دو سا باش نقدروا نعرفوا لي شنو نقدروا نبنيو انا وياها، واحد غولاسيون بوغ فيتور. يعني الواحد واخا كيكون كتكوني كتعرفي انت شي واحد قبل الزواج، يعني هذا كيسهل التفاهم ديالكم من بعد، كتعيشوا يعني حياه انت عارفه شكون هو وعارفك شكون انت، ماشي بحال شي حاجه، ماشي بحال ديال شحال هذه. انا شخصيا كنفضل انك قبل ما تزوج بواحد السيده مثلا، واحد الانسانه خص تكون كتعرفها وتعرف عليها بزاف ديال الحوايج وكتحبها اكيد، تكون وتكون غولاسيون تفهمها وتفهمك. صراحه اون جينيرال الزوج ما بقاش صالح دابا، المراه خصها تقوم براسها هي نيت تقرا وتخدم هي نيت، ما عندها دير في الزواج صداع المشاكل. شحال هادي كانوا الوالدين تيدخلوا في داك الشيء تيكون فيه فهمتي، كانت النيه وتكون الحكمه فهمتي، ماشي بحال دابا تلاقاو جوج الاغلبيه تيكونوا ما عارفينش، ماشي بحال الوالدين عندهم تجربه عندهم بزاف الحوايج، ماشي بحال ديال دابا الدراري تيتلاقاو في الزنقه العقل صغير ما عارفين والو شي فهمتي. الزواج ديال شحال هادي كان بنادم الثقه ومعقول ولكن دابا ولا في شكل ماشي بحال اللي كان بكري، يعني الثقه ما بقاتش. الزواج ديال شحال هادي والزواج ديال دابا تيبان لي ماشي شي فرق بيناتهم اصلا، لان الزواج ديال شحال هادي كان عنده سياق تاريخي ديالو، الان عنده سياق تاريخي ديالو اخر في ظل العولمه والحداثه اللي اصبح اللي كيعيشها الان سواء المغرب او العالم العربي. انا كنظن ديال ولادينا من الاحسن، ايوا شحال هادي كانت النيه وكانت الثقه وكانت المعامله. دابا كنظل الانسان كيشوف غير الزواج ديال الصلاحيه، هادشي اللي كاين هادي المصلحه. الزواج ديال شحال هادي كان قديم وكان يعني فيه بزاف المشاكل بخصوص انه تبقى يزوجك والديك واحد الحاجه ما كتعرفهاش، ماشي بحال دابا يعني كتبقى تختار شريك حياتك بيدك وتقدر تبني معاه احلام ومستقبل زوين، واخا ما يكونش عندك المهم تشوف حبيبتك حداك، هذيك هي الدنيا وما فيها.